بارولوجي، هذه اللي مسوي لهم رفين ما شاء الله في المحل، لانهم عندهم منتجات خطيره. شوف الكاميرات، شوف الانواع، هذه خارجيه تشتغل بالكهرباء، وهذه حق الباب دور بل، وهذه بالبطاريه، وهذه تتحرك 360 درجه. وبعد بصور لكم هذه، شوف 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 كيف هاي، هذه الحين بصور لكم فيديو عنها. صراحه كواليتي صدمني، قلت لهم يطرشوا كميه بسرعه. شو المميز في كاميرات البورلوجي؟ اول شيء في انواع وايد، النوع اللي تبغاه، تبغى اللي داخل البيت 360 درجه، تبغى الخارجيات بكهرباء او بطاريه، موجود. الحلو برنامجهم يا جماعه جدا سهل وعملي، يعني تشبكها في ثواني. انزين شوف كيف، شوف كيف تشبك معك ما شاء الله، يعني فص واحد على طول، انت تشوف كل شيء داخل بيتك او داخل البزنس مالك، وتقدر تتكلم، تقدر تسمع الصوت، تقدر تاخذ صوره، تقدر تاخذ فيديو، تقدر تحط لها ميموري تبدا تسجل لك. حلو الكلام، مجرد تضغط البلاي باك يبدا يرويك الاشياء القبليه، بس انا الحين حاليا مش حاط ميموري في هذه. شوف معي كيف. زين الحين مثلا بنحرك الكاميرا هذه، شوف تحركها يمين يسار، تشوف كل شيء داخل بيتك. زين تبغى تسمع الصوت مثلا، شوف تضغط على الميكروفون هذا، لا هني الوضوح، هذا الوضوح. حمد ستوري حياكم، بس 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 عشان ما يحشرنا. انزين وهني اذا مثلا تبغى تعطيك تنبيهات اذا حد تحرك قدام الكاميرا، جميله جدا يا جماعه. وهذه للتذكير الانواع اللي موجوده، تقدر هاي تحطها عند الباب تعطيك نفس الاشياء، تقدر تسمع وتقدر تتكلم، اي حد يضغط الجرس على طول تقدر تكلمه ويوصل لك تنبيه. هذه خارجيه بالكهرباء، وهذه خارجيه بالكهرباء وتتحرك 360 درجه، هذه خارجيه بالبطاريه تشتغل فترات طويله، وعندك هذه تحطها في مكان تعطيك 360 درجه، وهذه النوع الرخيص اللي مثلا تبى تتابع ياهل ولا شيء تحطها في مكان وتشوف مكانه مثلا ياهل الرضع. فكل الانواع موجوده بسعر ولا اروع، وبرنامج قوي يا جماعه.